اللمسات الأولى لخلق مفهوم الصناعة الثقافية، على اعتبار أن تدبير كل جزئيات الثقافية إذا لم تكن في إطار لجان علمية وأيضا في إطار تصور استراتيجي حتى في أبسط الأمور، لأنه بناء برنامج لا يمكن أن يكون فقط تدبير لليومي أكثر ما هو انعكاس للتصور الاستراتيجي الذي يتغياه كل الفاعلين الثقافيين في بلادنا. ولا بد من الإشارة في نهاية هذه المراسلة إلى احتفاء البرنامج الثقافي العام للمعرض الدولي للكتاب هذه السنة بذاكرة الروائي الراحل محمد شكري بعد 10 سنوات على رحيله، هو الذي بهر الجميع بكتابته ومحكياته والتي لم تستجيب لطموحه الكاسر. الراحل محمد شكري الذي اعتبره البعض أيقونة الأدب المغربي المرتبط بالهامش وبالليل القاسي، سيكون يومه السبت بمثابة خيمة اللقاء بين كل المهووسين بكتابة الظل والهامش، وهو بذلك سيبقى وسيظل في البال والذاكرة المسجلية غدا أو يومه السبت بالأحرى من طرف محمد برادة والمترجمة رجاء بومديان والناقد إبراهيم الخطيب وتسيير الشاعرة وداد بن موسى العضوة الفاعلة داخل مؤسسة